طيب معايا المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ الهميسي، اهلا وسهلا يا فندم. ليه يا فندم؟ لا لماذا هو هذا بس المشهد؟ اقول لسعادتك، يعني احنا حريصين دائما على نظافه مجرى نهر النيل. يمكن احنا بنتعرض في مجرى نهر النيل بخلاف اللي قدام حضرتك دون، في حاجه اسمها حشائش غطسه وفي حاجه اسمها حشائش عايمه. يمكن المجرى بكامل المجرى من اسوان حتى المصابين حضرتك مش هتلاقي ورده نيل في المجرى تماما ولا حشائش غطسه. تعالي نتكلم على النوادي، ومن ضمن النادي الدبلوماسي حريصين دايما لما يحمله النادي الدبلوماسي من اهميه ان احنا دائما نبعت كراكه وننظف قدام النادي الدبلوماسي. لكن احنا برضو دائما بقول للسيد رئيس النادي، يعني عايزين يعني السلوكيات، هل معقول قدام يبقى قدام النادي فيه زي ما قلت حضرتك زباله؟ حضرتك اللي نطقت الكلمه دي. هل ايوه، معقول يعني حضرتك بتقول ان يعني هل النادي معقول هو اللي بيرمي الزباله دي؟ امال يا فندم هدي قدام النوادي دايما ودايما احنا ننظف، وهل النادي مرخص مع الرخصه السارية يا فندم؟ يعني لا، ده عشان النادي يعني الدبلوماسي، يعني ده بتاع يا الخارجيه، فندم كل النوادي، كل يعني النوادي اكيد، كل يعني اكيد عنده يا رخص فندم. الدنيا يعني. لا طب ماشي يا فندم، انا تحت امرهم اروح لهم بكره اراجع الرخصه اذا كانت سارية ولا لا. انا ما يعني قلتش انا مش حاجه، لان في قضيتي رسوم الرخصه السارية يا فندم، انا جميل يا قضيتي فندم. النيل. مع الرخصه اللي احنا دائما استاذ رئيس النادي نبعت الكراكه تشيل الزباله، لكن هل دورنا يا فندم ان احنا نشيل زباله من النيل؟ يعني هل دور هو النيل ده مكان قمامه؟ لا كلة احنا قمامه؟ قدامنا، لا لا معلش يا فندم، ده مش انا معاك زبالة بس، يعني اوكي فيها زبالة بس في زرع يا قدام فندم، النادي يا فندم، في يعني دي زرع، مياه؟ في زرع اهو، في زي ورد نيل، حشائش، لا كل ورد ده النيل اهي يا موجودة فندم، اهي قدام يا حضرتك. فندم انت بتقول، انت قلت حضرتك في استاذه لميس حضرتك قلتي زباله او زبالة مرخصه وحشائش، انا شايفة بالظبط. المشهد اهو قدامي. لكن احنا حريصين دوريا دوليا ان احنا يعني حتى النادي حاطينه اهتمامنا كامل نظرا لحضرتك زي طب ما قلت كده. اتفضل. سؤال، ان احنا مين دائما بس دوره؟ معلش لازم برضو لازم اتفضل. لازم يساعدونا، لان دورنا في وزاره الري مش رفع قمامه، لازم يساعدونا برضو. طب يبقى دور في مين رفع القمامة؟ دور ما هو قدام النادي يا فندم، مين اللي بيرمي القمامه قدام النادي؟ اكيد العمال بتوع النادي الدبلوماسي، وهي القمامه لا مكانها طبعا النيل يا فندم. اكيد اكيد، ما ينفعش ان حد يرمي من النادي، مش لو كده كان يا ده فندم، ما احنا صحيح عارفين تبقى حضرتك كارثة، بس دائما. يعني اشك ان النادي بيرمي زبالة، يعني خلاص مش يا فندم، ما هو معقولة. قدام النادي، انا مطلوب مني يعني انا لما الاقي حاجه قدام النادي يا فندم بعد اذن سيادتك، انا لو لقيت حاجه زي دي قدام النادي ده انا مفروض مني قانون راح اعمل محضر مخالفه للنادي. اعمل له محضر تلوث مخالفة، بس اعمل له تلوث محضر مخالفة، بس مثلا. الاهم بالنسبة لي ان حضرتك، انا عندي اجل، انا دلوقتي الخناقة هو مين اللي رمى يا فندم الزبالة هو ولا مين لازم، اللي انا عمل حريص القصة، انا عندي سفراء يا واجانب. فندم، انا بالضبط وانا حريص على كده. هو لازم اداره النادي تكون حريصه برضو على اظهار النادي المظهر اللائق، ان هي العمال اللي عندها يقول لهم الزباله او القمامه يا فندم، عشان نتعاون كلنا مع بعض. طيب نتعاون، بس انا بقول لحضرتك انا شايفه من سور التراس لحد اتفضلي. كوبري عباس، ال ده كله حشائش، يعني لا مش اوكي حشايش، مش اهو حقول هو اللي يا يا استاذ باشمهندس، يعني الهميس، احنا انا عامل اتعودنا من حضرتك اهو. رسالتك الجميله ودايما رسالتك التوجيهيه. حضرتك احنا دلوقتي في فتره اقل احتياجات، يعني مش محتاجين، اهي هتلاقي المنطقه عاليه فيها زي ما انت عارفه هيدروليكيه نهر النيل بينحر في يمه ويرسب في يمه ثانيه. الترسيب ده بيظهر في فتره اقل احتياجات، فبيظهر لسيادتك في الصوره ان هو حشائش هي باينه حتت عاليه، لكن ما نقدرش يعني احنا بنديه الميه دلوقتي اقل تصرفات لان الزراعه مش عايزه ميه، وميه الشرب برضو مش زي الصيف، طب يا فما سيدي، اقدرش اهدر ميه. ما انا ما لكن احنا قلتش متعاونين يا معاهم. سيدي الفاضل، ما انا ما قلتش في المايه، انا قلت ارجوكو كراكه من حاضر الكراكات اللي حاضر يا بتنضف فندم، بس دي بعد دوريا، بس اذنك، انا عايز النادي يتعاون معانا برضو والنادي يا فندم. يتعاون معاه، وروح اعمل له بالظبط يا محضر، فندم، تمام يا فندم، وروح اعمل وهنعمل له محضر محضر، بس فعلا. ارجوك لو في زباله قدامه هنعمل محضر فعلا، لو لان هو ده في النيل زباله حياتنا. ومخالف اعمل له بالظبط يا محضر، فندم، بس ارجوكوا ده النيل نظفوا حياتنا. المكان. ماشي يا فندم، لو في شكرا، اي حاجه واحنا مستعدين ننزل هننظفه، معاكم بس لو بكاميرا جت زباله عشان ثانيه ننظف المكان ده. ماشي يا فندم. تحت اشكرك امرك يا يعني، باشمهندس، لا تحت امرك استاذ الامين. اشكرك، ويا شباب نتصل بالباشمهندس شوف هينزلوا امتى، هننزل معاهم بالكراكه وهما بينظفوا المكان بالكراكه. بشكرك مهندس صلاح عز، رئيس قطاع حمايه النيل.